مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. كما عودناكم نحن متواجدين في كل زمان ومكان لتغطية أهم الأحداث بجهة الساحل. نحن اليوم حاضرين في المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، وذلك لحضور الدورة السابعة من ملتقى التقارب إنيزو أنتربريز تحت عنوان أندستري 4.0. هذه هي التقنية الجديدة والصناعة الجديدة اللي حتمت على المدرسة أنها تعرف بآخر التكنولوجيات في مجال الصناعة، وذلك بملتقى كبير يجمع أهم الصناعيين وأصحاب المؤسسات بالطلبة. لمزيد من التفاصيل تابعونا في الروبرتاج التالي. Junior Entreprise de Niso est une association étudiantine implémentée dans l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Mohamed a un carbone le talib de l'ouest industriel. C'est-à-dire, le talib qui est le junior entreprise, il va avoir de l'expérience avant de sortir. Nous avons des projets dans des entreprises. Et ça fonctionne comme une entreprise. Nous avons des projets, nous avons des contrats, nous avons de A jusqu'à Z. Nous avons des études d'RDM, de la conception des cartes électroniques, nous avons des sites web et des applications mobiles. يعني في لي دومين دو كومبيتونس نتاعنا حسب لي فيليير الموجودين في ليكول اللي هما تيليكومونيكاسيون والانفورماتيك ابليكي اي لا ميكاترونيك والالكترونيك اندستريال لا برودكتيك اي ميكانيك. اميرا كالبوسي شيف كوميتي ميديا فوروم دو كونفرجونس انزو انتربريز يصير كل عام في ليكول هذه ستيم ايديسيون. كل عام نستقبلوا دي زانفيتي سني سبيسيالمون استقبلنا دو امباسادور، امباسادور نتاع المانيا وامباسادور نتاع تركيا، وعندنا دي توك اكسبير باش يحكيو في التيم نتاعنا. سني التيم هو اندستري 4.0، هي الكاتريم ريفولوسيون اندستريال باش نحكيو على التكنولوجيا الجديده هذه، وفرصه معناتها لي زيتيديون باش يتلاقاو بالاندستريال وباش يدبروا دي ستاج بي اف او وباش يتعرفوا على لي تكنولوجيا الجديده اللي في الاندستري 4.0. كاين تنظيم الحمد لله بالكدا، كاين عندنا برشا كوميتيات، كوميتي دورغانيزاسيون هذيك الاولى، بعد كوميتي سبونسورين، كوميتي انفي وركشوب ايتترا، باش يكون هكا بلو منظم ويكون نهار تحفون وسافا كيما تراو. انتوما الطلبه اللي قمتوا بتنظيم مثل هذا التظاهره؟ اي احنا كانوا بيان سور فما دي كوميتي، وكل كوميتي فيها لي مومبر نتاعهم، هما اللي كل واحد عنده التاش نتاعو يتلهى بيه نهار الفوروم وقبل الفوروم بيان سور. المدرسه الوطنيه المهندسين بسوسه تنظم كل عام، وهذه ليديسيون السابعه، هالفوروم دو كونفيرجونس. هذايا فوروم دو كونفيرجونس هو ملتقى بين الاساتذه الطلبه والصناعيين في الكامل معناها المنطقه في منطقه الساحل. ودونك في نقدموا معناها نحاولوا نقربوا معناها الصناعيين بين والطلبه والاساتذه من بعضهم. السنه كان التيماتيك كانت الاندستري 4.0 اللي هي الريفولوسيون اللي شهدتها الصناعه في وقتنا التويكه. هي اون باسي من الاندستري 3.0 للاندستري 4.0 اللي هي ولا كل شيء كونيكتي. دونك حبينا اول حاجه نعرفوا باللي شنو عندنا في المدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه، شنو نجموا نعملوا احنا، شنو قاعدين نعملوا في الاندستري 4.0. وحبينا زادا انه نعملوا ميزاجور ايجالمون ليزاندستريال نتاعنا، ليزاندستريال الموجودين في المنطقه نتاعنا، باش يعرفوا الاندستري 4.0 هذه دو كوا ساجيتيل، شنو لي كومبيتونس اللي عندنا في المدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه في التيماتيك هذه.